واهلا بكم من جديد مشاهدينا. هذه المره نتحدث اكثر عن تطورات الاسواق العالميه وفعليا ابرز ما نترقبه اليوم واجتماع اوبك بلس. الان تعود التوقعات لربما تخفيضات اكبر من مليون برميل يوميا. سوف نسال ضيفنا عن هذه التوقعات سيد محمود القدسي وهو كبير محلل الاسواق في ثينك ماركت. اهلا بك دائما معنا على شاشه ام بي سي عربيه. يعني كنت اتساءل بالنسبه لهذه التوقعات التي تشير الى هناك تخفيضات قد نتجاوز فيها المليون برميل، برايك إلى أي مدى هذا التوجه محتمل خلال هذا الاجتماع؟ مرحبتين عزيزتي. طبعا عزيزتي بالنسبه لموضوع اسعار النفط والتخفيضات، طبعا شفنا نحن اسعار النفط كيف تراجعت باخر فتره بشكل كثير كبير، طبعا بسبب قوه اسعار الدولار، بسبب مخاوف الركود الاقتصادي العالمي، ولكن بنفس الوقت مؤخرا شفنا كيف انه رجع النفط تعافى شوي او طلع فوق مستويات ال 90 بالنسبه لبرنت. طبعا هذا الشيء عم نشوفه نحن بسبب انه تراجع اسعار الدولار او تصحيح باسعاره، وبنفس الوقت بالنسبه للاخبار حضرتك تفضلتي فيها بالنسبه لموضوع التخفيض بالانتاج، طبعا في حديث عن مليون برميل، في حديث عن مليونين برميل، ولكن برأيي أنه في عنا نحن مليونين برميل الموضوع ممكن يكون شوي صعب بسبب طبعا أنه الولايات المتحدة طبعا بزيارة الرئيس بايدن للمملكة العربية السعودية راح لحتى يطلب منها زيادة الانتاج، فكيف ممكن هنا يخفضوا الانتاج بمليونين برميل؟ فبرأيي أنه مليونين برميل موضوع شوي مبالغ فيه، بالإضافة لأنه حتى لو تم التخفيض راح يكون شوي يعني ما هو كبير، بسبب أنه في بعض الدول اللي لحد الآن ما عم they don't meet their targets، يعني ما عم بيوصلوا لحتى هن يعملوا أنه ينتجوا الأهداف المحددة لهم فيما يتعلق بالنسبة لحصتهم الإنتاجية، الالتزام الخاص بهم. تمام. فكل هذه الأمور أنا بشوف أنه ممكن نحن نشوف حالة استقرار بأسعار النفط على الأقل حتى نشوف نحن الكوتا أو التخفيض الإنتاج اللي راح يطلع في اليوم اجتماع أوبك. طيب يعني بعيد عن أسواق الطاقة، يعني حتى أسواق الأسهم وغيرها، يعني شاهدنا ارتداد إيجابية كانت يعني جيدة للأسواق فعليا حتى في وول ستريت في جلسة أمس، يعني عدنا لنصحح نوعا ما من التراجعات، ولكن لا تزال تقارير تشير بأن هذه لا تزال مؤقتة فعليا. برأيك لأي مدى لا نزال في هذا المزاج المتقلب أو يعني الفولاتيليتي التي نشهدها في الأسواق لا تزال مستمرة معنا لفترة أطول ربما؟ تماما. هلأ بالنسبة لموضوع تراجع بأسعار الأسهم وارتدادها، طبعا التراجع كان كنا بنعرف تشديد سياسة النقدية للبنوك المركزية، وطبعا أي تشديد من هذا الطرف عم يأثر على القدرة الانفاق للأفراد وعم يأثر بطبيعة الحال على ربحية الشركات. يعني احنا شفنا بتقرير أبل أنه أبل ما راح تقدر تزيد من الإنتاج وإنما راح تخفض الإنتاج بناء على تراجع الطلب، هذا الشيء راح يأثر على إنتاجيتها على ربحيتها وراح يأثر كمان على سعر السهم، فشفنا احنا تراجع. ولكن بنفس الوقت شفنا بيوم الاثنين طلعت بيانات مؤشر مدير المشتريات الصناعي الامريكي بحاله تراجع، طبعا هذا التراجع اعطى جرعه من التفاؤل عند الاسواق او زاد بشهيه المخاطره. طبعا الخبر هو خبر سيء ولكن بالنسبه للاسواق كان خبر جيد لانه هذا الشيء ممكن يعمل بريك او يفرمل شوي من اندفاع الاحتياط الفدرالي بتجديد سياسته، فعلى هذا الاساس الاسواق عم تحاول تسعر اي خبر سيء ممكن يفرمل احتياط الفدرالي بهذا الاتجاه. وطبعا احنا في عندنا هلا تو ريسك ايفنتس اللي هو الان اف بي او تقرير الوظائف الزراعيه يوم الجمعه بالاضافه لتقرير التضخم ب 13 شهر الحالي. طبعا يعني ابرز ما يركز عليه الفدرالي فعليا يعني الاثنين. صحيح. بالنسبه لموضوع تقرير الوظائف الزراعيه، طبعا استمرار مستويات البطاله عند 3.7 راح يدفع الاحتياط الفدرالي لتشديدها، اي ارتفاع فيها راح يخلي الفدرالي يرجع مره ثانيه يعيد بسياسته، وحتى كمان بالنسبه للوظائف في المقترح انه 250,000 اي وظائف اقل من هذا المستوى ممكن يدفع لانه الاسواق يخلي جرعه التفاؤل موجوده عند الاسواق، وطبعا اي تراجع بتقرير التضخم بالشهر بالاسبوع القادم لمستويات اقل من المستويات الحاليه، طبعا هذا الشيء كمان ممكن يعطي المزيد من التفاؤل عند الاسواق. يعني محمود كمان اشرنا الى موضوع التجديد النقدي، برأيك بعد التجديد أكيد لدينا يعني نعود ونشهد ربما هذا الخفض بالنسبة لمعدلات الفائدة، ولكن إن ما قارنا توجهات البنوك المركزية سواء الفيدرالي مع الإي سي بي هذه المرة، برأيك يعني في حال التخفيض وهو بطبيعة الحال سوف يكون يعني في العام 2023، من يكون هناك أو ما هي التوجهات التي قد نشهدها سواء من الإي سي بي أو حتى من الفيدرالي؟ لا بالنسبة للفيدرالي برأيي أنه بمنتصف 2023 ممكن يفكر أنه يبدأ بالتخفيض. الإي سي بي الوضع بالنسبة له أصعب لأنه مستوى التضخم عنده مرتفع
أكثر. طبعا اثنين عندهم مشكلتين، مشكلة الإنفاق الاستهلاكي بالإضافة بالنسبة طبعا للإي سي بي، عنده الإنفاق الاستهلاكي بلس أزمة الطاقة. هذا الشيء ما هو موجود عند الاحتياط الفيدرالي. يعني احنا شفنا مستوى التضخم عند 8، عند الإي سي بي عند 10. طبعا ممكن احنا نشوف بال 2023 تراجع مستوى التضخم بالولايات المتحدة ل 3% في حين بقائها عند 5% بالنسبة للإي سي بي، وهذا الشيء ما راح يسمح للإي سي بي على الإطلاق أن يفكر بالتخفيض. فبرأيي أنه الإي سي بي إذا فكر يخفض ممكن يخفض بال 2024 والاحتياط الفيدرالي بمنتصف 2023. نعم، على كل سوف نكون في مراقبة كل هذه التحركات. دائما نشكر تواجدك معنا محمود القدسي، وأنت كبير محلل الأسواق في Think Market. شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. ومشاهدينا نقف مع فاصل قصير، بعده نكون مع تحديثات المؤشرات الخليجية مع شبكة مراسلين CNBC عربية.